السيد الوالد ينقل هذه القضية، يقول: كان هنالك أحد علمائنا، حقيقة من علمائنا الذين جهلنا قدرهم كعادة كثيرين، الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل حقيقة خدم أهل البيت خدمة قل أن يكون لها نظير، فهنيئا له. الوالد حفظه الله كان يقول: أنا كنت أشوفه في الليل، الكل كانوا ينامون من الصبح إلى الليل، تعب في عمله، وعندما كان الناس كلهم ينامون في الليل كان يسهر ويكتب كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة. لا تشوف هذا كتاب، هذا جهد عظيم وراء كل كلمة من هذا الكتاب. يقول: سألت الشيخ: هل رأيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ رأيت رؤية الإمام الحجة صلوات الله عليه مو فقط مطلوبة لذاتها، مطلوبة لذاتها أولا، ومطلوبة لأنها تدل على كمال نفس هذا الإنسان. مو كل واحد يشوف الإمام الحجة صلوات الله عليه. أنت شفت الإمام الحجة؟ فأطرق برأسه الشيخ أبو زرق، لحظات أخذ يفكر، قال: أنه شخص أعرف أنه الإمام الحجة له، عندما أراه أعرف أنه هو الإمام له، ولكن رأيت شخصا خارقا للعادة، لعله هو الإمام الحجة، ولعله شخص من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه. يقول: في أيام شبابي أصابني مرض عضال جدا شديد، راجعت الأطباء في كربلاء، في النجف، في بغداد، في إيران، في كل مكان، ولم أجد علاجا لذلك المرض، وهذا المرض كان مرضا قاتلا. أنا تعبت من نفسي والكل تعبوا مني، حتى زوجة الإنسان إذا امتد مرض الإنسان زوجته تتعب منه، أولادهم يتعبون منه، هو يتعب من نفسه، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نعوذ بالله من أن يصبح الإنسان أسير الفراش وأسير الآخرين. هذا يقدر في هذه الليلة، أقصد ليلة القدر، تقدر كل هذه الأمور. كنت متعب مرهق، تعبت من الحياة، فتوسلت بالإمام الحجة المنتظر، لأنه هو ولينا وهو صاحبنا. لاحظ ليالي القدر، التقدير، ثلاث ليالي، ليلتان ترتبطان بعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليلة ليلة ضربته، وليلة ليلة وفاته، والليلة الثالثة والعشرين كما يظهر من كثير من الروايات ترتبط بالإمام الحجة. التقدير مرتبط بهم صلوات الله عليهم. توسلت به إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، وانقطعت إلى الله. في يوم من الأيام كنت جالس في البيت في مكان ولا أحد هنالك، والباب كان مفتوحا، رأيت شخصا يدخل في هذا المكان. جاء الشخص وسلم علي وقال لي: عبد المحسن. اسم الشيخ أغا بزرق عبد المحسن. عبد المحسن؟ قلت: نعم. قال لي: شبيك؟
يقول قلت كما ترى أنا مصاب بهذا المرض وأي علاج ماكو. فقال لي مو مهم، أخرج حفنة نبات، قطعات من النبات أعطاني وقال لي كل واحدة من هذه النباتات، ثم خرج. يقول أنا ما متوجه ما ملتفت، أخذت قطعة صغيرة من النبات ووضعتها في فمي، بمجرد ما وضعتها في فمي أحسست بحالي تتغير. نعم، بكلمة واحدة، خزائن الله بين الكاف والنون. وهؤلاء أوعية مشية الله سبحانه وتعالى. الله بكلمة يغير ويمحو اسم الإنسان من ديوان الأشقياء ويسجله في ديوان السعداء. أحسست بالقوة، قمت من مكاني، كانت أمامي مرآة، وجهي كان مصفر متغير على أثر طول المرض، نظرت في المرآة وإذا وجهي قد عاد إلى حالته الأولى، تبدل. ركضت برا ماكو أحد، أسأل كل شخص يمر من هنالك الدكاكين الموجودة هل رأيتم شخصا يدخل ويخرج؟ يقولون لا ما شفنا شخص، ماكو هنالك شخص. وبقيت هذه القطعات، قطعات النبات عندي، كل واحد من عائلتنا كان يتمرض كنت أعطيه قطعة من هذا النبات فكان يشفى بإذن الله.